السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة تربية الغنم في شمال إسبانيا أبو علي. تحياتي للجميع، حياكم الله أينما كنتم. اليوم إن شاء الله بحول الله غادي نطرقوا الفحولة مع الغنم. الخروف ديالي راه جبتو تاهو معاهم، غادي نطلقوا تاهو مع البهيم إن شاء الله، يبقى ياكل برا. هذيك الساعه الى ضعاف راه غادي نشدو عاوتاني نعطيه العلف باش يسمن. راسي عبد الحق جايب الغنم باش نطلقوا معاه الفحوله ان شاء الله بحول الله. اهلا وسهلا بكم، كديرين؟ بخير، لاباس، هانين، كل شيء مزيان؟ اش كتعاودوا؟ مالكم مخلوعين؟ خايفين مني ولا؟ تبارك الله راهم سمان. هب ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا راه ضريف هذا، ولكن راه باغي ينطحني. فيليبي فيليبي تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كما كتشوفوا راه حنا طلقنا الفحوله مع البهيم، والاساس من كنطلقوا الفحوله مع البهيم دابا في شهر 3 باش يولدوا في الصيف، والصيف كيكونوا الخرفان غاليين، وباش كتزاوج الغنم دابا في هذا الوقت هذا ما كتزاوجش بزاف. هذاك الشيء علاش كيستعملوا هذاك الميلاتونين باش تزاوج الغنم باش تجيب لهم الخرفان في الصيف. حيتاش كيكون الخروف في الصيف غالي، وحتى الغنم كتولد في الصيف قليله، تقدر تولد شي 300 ولا من هاد الغنم كامله اللي طلقنا معاه الفحوله دابا شي 1100 ولا 1200. لحقاتاش كيكون التزاوج قليل. تبارك الله ما شاء الله، الغنم راه شبعانه. وحتى الغنم الضاره راه كاينه دابا، هي راه باقا الغنم الضاره، راه باقي ما عزلناهاش، مع الماكله موجوده. السيمانه الجايه ان شاء الله وغادي نعزلوها ان شاء الله بحول الله. شوفوا هاد النعجه تبارك الله قداش ما شاء الله. اللهم صل على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد. النعاج الضارين تبارك الله بينوا ما شاء الله. نتمنوا من الله ما تبقاش تطرح، ما تبقاش تلوح. وتحيه كاع الناس اللي كي يشجعونا ويتفرجوا فينا، ما تنساوناش من الدعاء بارك الله فيكم، ودعاوا مع البهيم تاهما، دعاوا معاهم. هذا خلق الله، الخير ديال مولانا تبارك الله. الغنم بزاف الماكله موجوده، هذاك الشيء علاش كاين الغنم بزاف. لو كانت الماكله قليله راه ما غاديش تكون الغنم بزاف، ما غيلقى الانسان ما يعطيها ما تاكل. ولكن الماكله موجوده ما كاينش مشكل، الا دار الانسان 2000 راس على الغنم ولا 3000 على حسب الاكل. الاكل موجود ولله الحمد. الغنم الا ما عندكش الماكله ما تقدرش تكسبها، كتاكل بزاف ما كتزقاش من الماكله هي. ها هو الفحل كبير هذا، راه تكون عنده شي 6 سنوات هذا الفحل هذا، وراني راد ليهم البال. التزاوج ديالهم قليل، ماشي بحال الشهور الاخرين اللي كنطلقوهم شهر 1 ولا شهر 6 ولا شهر 8 كيكون التزاوج ديالهم ما شاء الله. ولكن في هذا شهر 3 هذا واخا كيديروا لهم هذاك الميلاتونين، التزاوج ديالهم قليل بزاف. كيخرجوا من الكوري بحال عادي، بحال كانوا مع الغنم، كيخرجوا كياكلوا عادي نيشان، ماشي كيخرجوا كنقولوا متحمسين للتزاوج. كيخرجوا سبحان الله العظيم في هذا الشهر هذا
مختلفين بزاف على الشهور الاخرين، واخا كيديروا لهم هذاك داك لاباراي اللي شتو اللي درنا هذاك الميلاتونين، ولكن ما كيدير لهم والو. سبحان الله، رحنا قسمنا الفحوله، دابا راه جنا هنايا 32 و10 ديناهم مع الغلم الاخرى، مع هذيك الغلم اللي كاينه في الجهه الاخرى درنا مع 10، والشيء الاخر درناه مع هذا الغلم هذه. ما شاء الله الدرع تبارك الله، الغلم راه اكثر هي ضاره بجوج، هذيك راه ضاره. هاد الغلم هادي راه كتشوفوا اللون ديالها مختلف، حمراء، الصوفه ديالها حمراء، راه كانت الفوق في الجبل، هذيك الارض اللي الفوق في الجبل ارض حمراء. هادي النعجه اللي شديتو دقيت ليها البرا فيها الحليب، سبحان الله العظيم. هذا راه كولي فلور، هذا اللي كتاكل فيه البهايم دابا، شيفرو الابيض. نعاج كبار ما شاء الله. هاد النعاج هادو الحجم ديالهم كبير، الحجم ديالهم ما شاء الله كبير. نستمتعوا، ها هو الفحل ياكل في الكوليفلور، توحشو شي شهرين ما ضاقو ياكل على التبن والعلف، دابا راه خرج ياكل الربيع مع راساتو، راه فرحان درك يخرجوا الماكله يعرقوها ماكله مع راساتو. كتقرمش قرش قرش قرش. صافي دابا غادي نبقاو هنايا ان شاء الله حتى الغدا، الا كملوا هاد البلاد هادي، ما كملوهاش غادي نبقاو فيها. هاد نعجه كبيره هادي شارفه مسكينه، هذيك الطانقة اللي عندها طاحت ليها، بقات عندها غير النمرة في ماتريكول، هذاك لاباراي تشيب طاح ليها.